Over the decades, millions of people from the Arab world have emigrated. Whether driven from conflict and persecution or for economic and other reasons, they settle in Europe, Australia, the Americas, and Africa. But what happens to them afterwards? Dr. Mohammad Hajjiri is a Jordanian who settled in the United States and is now a cardiologist in Cleveland, Ohio. But first, meet Dr. Munjed al Muderis, an orthopedic surgeon originally from Iraq who arrived in Australia in 1999 in an overcrowded fishing trawler. بسبب رفضي لتطبيق العقوبات على الجنود اللي فروا من الخدمة العسكرية فما قدرت أسوي هذا الشيء رفضت أنه أسوي هذا الشيء فاضطريت أنه أهرب هربت إلى الأردن الأردن ما كانت سليمة ذاك الوقت فحاولت أنه أشوف مكان آمن إلي ما كنت أعرف وين راح أروح وصلت أستراليا قبل 17 سنة على قارب صيد أسماك كان مليء بالدخان والديزل فيومز وكان على وشك أنه يغرق لأنه الناس كانوا معي بالقارب 165 شخص كلهم لاجئين On board, conditions were rapidly worsening, with the refugees becoming weaker and weaker from dehydration. I was doing a constant round of the boat, in a lot of places having to step over bodies lying in my way and incapable of moving. الحكومة الأسترالية أخذت موقف شديد جدا تجاه اللاجئين وتجاه الناس اللي يطلبون أسايلم. فأول شيء حصل إنه دخلونا في معتقلات. معتقل كيرتن كان أشبه بالجحيم. يشبهون الناس والمنظمات حقوق الإنسان أنه أسوأ معتقل للاجئين في أستراليا بالضبط ومن أسوأ معتقلات اللاجئين في العالم أول شيء حصل لي أنه الحكومة الأسترالية أخذت مني هويتي اللي هي كشخص كاسم منجد وعلمونا بعلامات على الكتف بpermanent marker وأعطوني رقم رقمي كان 982 982 وصاحوا لي بهذا الاسم 982 الفترة اللي استمريت بها بداخل المعتقل أنا التقيت في منجد على نفس القارب اللي هو إجا فيه وأنا إجيت فيه على أستراليا لما وصلنا لما وصل القارب إلى أستراليا واستقر على المياه الأسترالية وإجت الشرطة الفيدرالية وشافتنا وتكلمت معنا كنا أكيد أنا منجد من الناس الموجودين في القارب اللي متمكنين من اللغة الإنجليزية وكانوا قادرين كنا قادرين نحكي بطريقة جيدة جدا فأخذنا دور القيادي تقريبا بيني وبينه وبعض اللي كانوا موجودين في القارب وأخذنا نترجم للناس ونكلم الشرطة ونشرح لهم الوضع لما وصلنا على أستراليا وبقيت عشر أشهر بداخل هذا المعتقل معاناة شديدة جدا كانت أسوأ أيام حياتي بس إذا يرجع بي الوقت للماضي وأكون بنفس الموقف اللي كنت بي هارب من العراق ما كان عندي حل ثاني فأسويها مرة ثانية وأرجع على القارب مرة ثانية وأجي لأستراليا مرة ثانية تعرفت علي يعني من خلال وجودنا في الكامب يعني تعرف احنا جينا هنا وجمعتها نفس الظروف كنا في الكامب وننتظر المجهول شفت منجد بأنه شفته بأنه إنسان بأنه راح يكون له شأن كبير بالمستقبل وراح يكون يعني كان عنده يعني طموح كبير وعنده إمكانيات كبيرة يعني تحس بأنه هذا الشخص ذكي يحب مساعدة الناس عنده إمكانيات كبيرة من ناحية اللغة ومن ناحية التفكير يعني كل الصفات اللي ما تقول يعني سامري تقول هذا إنسان عبقري أول ما طلعت من المعتقل دورت شغل رأساً ما كان همي أنه أشتغل طبيب أو أي شيء ثاني كان عندي استعداد أنه أشتغل بأي عمل مهما كان على أساس أنه يكون عمل شريف
اشتغلت فترة أنظف تويلتس وكنت سعيد جدا بهذا العمل لأنه كان شغلي يجلب لي مبلغ معين من المال وكنت جدا جدا سعيد به. بعدين ظليت بنفس الوقت حاولت أنه أعادل شهادتي وحاولت أنه أحصل على الكواليفيكيشن مال الطبيب وحصلت على هذا خلال شهرين ما طولت هواية وبعدين اشتغل الطبيب وبتحصيل حاصل بدأت أصعد السلم المهني بشكل سريع جدا وبخلال 8 سنين أصبحت أخصائي جراحة وبروفيسور باختصاص جراحة العظام. As well as treating patients, Dr. Al Muderis devotes time to lecturing. In Arabic, his name Al Muderis means teacher, and his students give him top marks as a lecturer and communicator. أنا أول ما تعرفت عليه إذا ممكن أعطيك هالمثل تعرفت عليه كان في مثل هيئة طبية. للأطباء الصحة العامة وأنا من الأصل طبيبة صحة عام وكان في محاضرة. I always say that the outcome of any surgery depends on the three elements. وكان منجد هو من اللي عنده هالنشاط بهالشي وأسس هالمحاضرة وأنا شفته كيف عم يعلم بقية الأطباء وبالحقيقة كتير تأثرت بطريقته. ولقيته من المعلمين الناجحين واللي مندفعين بقى بهالوقت حكيت معه وعزمته انه يجي يعلم تلاميذنا ويكون عضو بالجامعه. Hi there, how are you? I'm Megan. Hello, hi. I'm Munjed, I'm the nurse here. I'm Munjed, okay. Nice meeting. This is Julie. Okay. What's going on with Julie at the moment? Well, she woke up like this. Okay. She had surgery 2 days ago. Yep. طبعا هالشي بيعمله بدون ما ياخد أي مال لإله. بيقدم وقته. بيقدم لعيادة تبعيته. كلها مجانا. لأن بحب يعلم. أول سبب وأهم سبب باختياري أنه هذا التخصص هو أنه عشت أنا ببلد عانى من الحروب من فتحت عيني يعني العراق بحرب. من حرب 73 بعدين حرب العراق ويا إيران بعدين حرب الكويت بعدين حرب القصف والش اسمه شفنا المآسي بالعراق وكثير من الناس كانت عندها أطراف مبتورة بسبب الألغام بسبب الانفجارات فكنت أشوف أنه هذه الناس اللي يصير عندها بتر يخسرون شغلهم ويصيرون عاطلين عن العمل وما يكونون عنصر نافع بالمجتمع فكنت دائما أبحث عن وسيلة أنه نرجعهم للشغل ورجعهم يكونون ناس نافعين بالمجتمع يوفرون رزق لعائلتهم. الناس اللي يصير عندهم بتر لأي سبب كان كانوا يركبوا لهم أطراف صناعية مثل الأسطوانة اللي تغطي الرجل وهاي التقنية كانت موجودة من قبل 600 سنة أمبري أسباري اللي هو جراح فرنسي بالجيش الفرنسي ابتكر تركيب الأطراف الصناعية بسنة 1525 ومن ذاك الوقت لحد هسه ما تغير التكنولوجيا فاللي سويناه احنا انه التقنية اللي نوفرها هو انه نركب الطرف الصناعي والروبوت بالعظم اللي مبتر اللي موجود من
الرجل اللي انبترت او الايد اللي انبترت، نركب العضلات والاعصاب مع الروبوت ونربطهم مع بعض، فالشخص يفكر انه يمشي الروبوت يتحرك، او انه يفكر انه يفتح ايده الروبوت يفتح الايد، الروبوت يسد الايد لما يفكر. ف it's called mind control operation. تقنيه ما موجوده بامريكا لحد الان، واحنا راح ندخلها لامريكا. كل اسبوع او ثاني يجون جراحين من امريكا ومن كندا يدربون عن معانا هنا بسيدني حتى ياخذون التقنيه للولايات المتحده. About 4 years ago or so, a patient of mine came in for a one-year follow-up. I had done a total knee on his right knee, and he reached down, he took the socket off his left leg, and he threw it across the room. I said, what's wrong with that socket? It looks like it's probably $20,000, $30,000 for that socket. And he said, yeah, but it falls off. You know, when I'm sweating, it falls off. He said, and doctor, you have to come up with something. He said, you have to develop something. So I started, like everybody else, I go on Google, and it turns out that there was this guy named Munjed al Muderis in Australia, and patients from America were going to Australia to have a procedure done where they didn't need a socket anymore. And I thought, that's amazing. I said, I can't believe it. I don't believe it works. I met Munjed, we talked. Munjed has a certain air about him, a certain amount of charisma that's very captivating. Munjed kept inviting me out to Australia to learn the technology because I didn't really know how it was done. So I had osteosarcoma when I was a teenager. Or being an amputee pretty much my whole life. It's just very near and dear to my heart. I like helping other people. I like seeing other people that find comfort and are able to walk pain-free, who are in maybe the same situation as me. It's just giving somebody that hope. It brings goosebumps to my arms even just talking about it. I'll show you. Close your eyes. Okay. So tell me where I'm tapping. Here. Yeah. Tell me where I'm tapping. Down about here. Yeah. Okay. Where am I tapping? In the middle. Yeah. So it's kind of freaky. Once you have the surgery, you are pretty much part of the OI family. Everyone is so thankful. He's just an incredible surgeon, incredibly intelligent. He really cares about people. He cares about his patients. Munjed and I are just very good friends at this point. I don't really even think of him in that patient-doctor relationship anymore. And he's just a special person. And I think you would find every single one of his patients would say the same thing. بشكل طبيعي أنه كل تقنية جديدة كل طفرة بالتطور التكنولوجي البايونيرز اللي يقدمون هذه التقنية يواجهون صعوبات من البير اللي هم الكوليجز اللي حوالينا ومن الكونزرفاتيف بيبل اللي موجودين. فطبعا احنا واجهنا كثير من الصعوبات بالبدايه حتى نثبت انه هاي التقنيه سليمه وهاي التقنيه راح تفيد المواطنين والبشر. اضرب لك مثال، لما بديت اسوي هاي العمليات كنت اعتمد على شركة ألمانية توفر المواد والإمبلانت والروبوت، فبس كانت عندي بعض الملاحظات على التقنية اللي الشركة الألمانية توفرها، وما كنت حاب انه استخدم هاي الإمبلانت بالشكل اللي كان بي. فطلبت من الشركة الألمانية انه يغيرون الديزاين تغييرات بسيطة. فالشركة الألمانية بالطبع لأنه أنا كنت صغير بالعمر وجاي من أستراليا وكوني جاي من الشرق الأوسط، فما ما 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 عاروا أي أهمية للملاحظات اللي كنت أقدمها.
بس المفارقة الطريفة أنه أنا صممت أنه أسوي الروبوت بإيدي يعني أسوي شركة أستخدم شركة أسترالية وأسوي الديزاين والتقنية مثل ما أنا أحبها وبعدين تحصيل حاصل الشركة الألمانية خسرت الفلوس كلها وإحنا الشركة تبعتنا سيطرت على الشركة الألمانية وهسا إحنا نمتلكها. Orthopaedic surgeon Professor Munjed al Muderis divides his life into three main areas: giving support to refugees who arrive in Australia, inventing new surgical devices, and treating people who are in greatest need of his expertise. One clinic in the occupied West Bank is very close to his heart. أنا اليوم جيت المستشفى رام الله الحكومي. سوينا عيادة هنا شفنا عدد من المرضى اللي يحتاجون علاج في هذه المستشفى في قسم جراحة العظام والتقيت مع أطباء العظام اللي موجودين هنا بالمستشفى. لما يكبر شوي أوكي هذا الأصبع يحولون هنا فحتى يطي إبهام أوكي وهذين الأصابع الثنتين ممكن تصير باقي الأصابع تبعته ممكن يعني أكيد. بالتأكيد هنا بالأراضي الفلسطينية اللي نشوفها اللي هي كرفلكشن على الإصابات أو الحالات اللي نشوفها بالوطن العربي بشكل عام واللي تختلف بشكل كبير عن اللي نشوفها بالمجتمع الغربي مع الأسف كثير من الإصابات اللي نشوفها تكون تتقدم لما توصل للمستشفى تكون بشكل متأخر ودرجة الصعوبة اللي بيها تكون أعلى من الدرجة الطبيعية. بالتأكيد الكوادر اللي موجودة هنا في الأراضي الفلسطينية كوادر جدا متمكنة بس يحتاجون مساعدة من الخارج بعض التخصصات اللي ما موجودة بداخل الأراضي الفلسطينية. واضحة على الإيد بس على الرجل عملت إعاقة بالنسبة لإلي. لأنه كل شيء أعصب، إنه عصب إنه عنده. يعني ما بنقدر مثلا انه نخفف شيء بسيط منه ممكن انه بس ندور للايدين ايدي يعني مثلا طبعا تعرفنا عليه عن طريق جمعية إغاثة أطفال فلسطين في الولايات المتحدة لأنهم هم عادة يعني بيجيبوا الكفاءات المميزة بالعالم للبرنامج التعليمي والتدريبي ولتطوير الكفاءات الطبية والعلمية في مجمع فلسطين الطبي. هلا الأهمية بمكان ليست بالزيارة بحد ذاتها وإنما استضافة شخص بهذا الكفاءة العلمية الكبيرة بالنسبة لنا هو عبارة عن زيادة التطور الطبي والمعرفة. احنا نتواصل مع المصدر يعني لسنا بحاجة الى وسائط من الان فصاعد فيما يتعلق بالاطراف الصناعية واجراء العمليات المميزة في تركيبة المفاصل لا نحتاج الى وسيط الان منا اليه فهذه أقرب وأقصر الوسائل التعليمية والتطوير الطبي يعني إحنا مش بحاجة نروح نقرأ عنه بالكتب ولا نشوف يوتيوب فيديو ولا عن فلان عن منجد المدرس لا إحنا جبنا منجد المدرس أيوة جملة وتفصيلا يعني جبناه من أستراليا لفلسطين مرة واحدة هذا إنجاز علمي كبير جدا. Professor Al-Muderis has paid a heavy price for his dedication to his work. By his own admission, he works exceptionally long hours, and his family life has suffered. He consoles himself with the fact that a wider family, his many patients, have also benefited from his work. Men, women, and children stretching from Australia to Palestine. احنا مجرد زائرين بهالدنيا هذه فالوقت ماكو وقت عندنا فلازم اشتغل 24 ساعة حتى احقق الاهداف لما نروح احنا ونموت نترك فتشي للعالم ينتفعوا منه. عندي 5 اطفال اني
وكلهم دي كبرون بدون أنه يشوفوني بدون أنه أنا أقضي معهم وقت كافي. أحاول إش قد ما أقدر أنه أقضي الويكند معهم، بس طبعا هذا الشيء مو كافي. المشكلة الأطفال مثلا عندي أميليا وصوفيا هم أكثر الوقت بالبيت، فأشوفهم أكثر من آدم ودين، لأن آدم ودين ملتهين هسه تينيجرز وبعمر المراهقة وعندهم أصدقاء وما يفضلون أنه يقضون وقتهم معانا بالبيت. بس بالتأكيد الحياة شغل، أطلع من البيت 6:30 الصبح وأرجع تقريبا midnight اللي هو بنص الليل، فنادرا ما أشوفهم بأيام الويك دايز أو أيام الأسبوع. بالويكند Sunday يكون للعائلة، وأنا دائما الصراحة أكلمهم وأقولهم أنه أنتوا لازم تعتزون بالهوية مالتكم، لأنه أنتوا صحيح مولودين وعايشين باستراليا وأنتوا استراليين، بس تبقون من أصول عراقية وتبقون أنتوا أولاد العراق. It's difficult to describe Munjed as a family man because he's pretty much always he spends majority of his time at work. And he's of course a devoted doctor and he's a devoted teacher. But those little time when we spend together as a family, I think that worth waiting for. So his children adore him, and every time he comes home and if they're not asleep, their eyes just light up. And of course he's just a beautiful man. I can't say any more or less than that. It was a unique story to have gone through the extremes that he's been through is an amazing tale. He comes from a very privileged background, but all of that was taken away from him when he had to flee from Iraq and then to become a boat person by chance. It's there were really degrading conditions on the boat, and even worse when he was in the detention centre in Western Australia. And to build back to being the world leader in Osseo integration that he is now, he's come from some great depths to reach the great peaks again. A remarkable story of hope and dedication spanning two continents. In our second part, Dr. Mohammad Hajjiri, a heart specialist in the American state of Ohio, tells his personal story. The extraction is the removal of the components from the heart, إما عن طريق الليزر أو عن طريق أمور تانية. هلأ إزالة هاي الأسلاك خطرة بتكون. In my eyes, the greatest physician that ever lived. The Arab diaspora now stretches to the four corners of the world. Persecution, conflict, and economic factors have caused millions of Arabs to leave and settle abroad. Every story is different, every journey is different, and every outcome is different. Dr. Mohammad Hajjiri left Jordan while still a student. مشواري بأمريكا بدأ بال 2005. أول ما بدأت
جيت على ولاية اسمها رود آيلاند اللي هي جنوب بوسطن، حوالي 45 دقيقة من بوسطن. عملت فيها الباطني لثلاث سنوات، بعدين انتقلت لبوسطن وعشت هون actually بهذا المبنى لحوالي 4 سنوات. المنظر كتير حلو هون، هذا احنا قدامنا تشارلز ريفر ومدينة بوسطن، احنا هلأ بمدينة كامبريدج. هلا اول ما اجيت بال 2005 طبعا انا كشخص عايش طول عمري في الدول العربيه كانت شوي في تحديات بالاندماج بالمجتمع، وجزء من هاي التحديات كان انه بال 2005 كان لسه المجتمع الامريكي عم بيتعافى من قصه احداث سبتمبر، وكان بينظر لاي شخص اسمه محمد يمكن بتخوف. وطبعا انا ما بقدر اعمم، بس من السنوات كلياتها كان في بس مريض واحد تخوف وطلب انه يشوفه طبيب غير مسلم او طبيب يكون اسمه مش محمد. بس بهداك الوقت الدكتور اللي كان مسؤول عني رفض وحكى انه محمد جزء من التيم وهو معانا وهو طبيبنا وهو اللي راح يشوف المرضى بهاي الحاله وبهاي بهذا المكان. طبعا يعني كان في دعم من أساتذتي إلي، فالحمد لله لما وقتي كان هون يعني صراحة كان وقت رائع، قدرت إني أركز فيه على دراستي، أركز فيه على الأبحاث، على الأمور هاي كلياتها. واحد من التخصصات اللي عملتها تخصصات القلب كانت بمستشفى ماساتشوستس جنرال هوسبيتال اللي هي تابعة لجامعة هارفارد. بدأت أول إشي لما كنت لساتني عم بعمل تخصص الباطني في رود آيلاند، بدأت العمل بأبحاث بهاي المستشفى بال 2007. بعدين جيت عملت تخصصي هون في هاي المستشفى وكملت على البحث اللي كنا قاعدين عم نعمله. البحث كان طريقة لتصوير القلب وتصوير مدى تدفق الدم جوا القلب عن طريق الأشعة النووية. في العادة القبول في أي مستشفى من مستشفيات جامعة هارفارد عاد بيكون صعب، بس اللي ساعدني أنه أنا كنت بشتغل على بحث بجامعة براون اللي هي برود آيلاند، والبحث كان مماثل للي كان عم بصير في قسم القلب هون في جامعة هارفارد. فالبروفيسور اللي كان بيشتغل على البحث اسمه الدكتور هنري جاورتس، تواصلت معه وصراحة دعمني في القبول، والحمد لله قدرت لما أجيت لهون أكمل بالبروجكت وقدرنا ننشره. Time for reflection is a major part of Dr. Hajjiri's life. His long daily commute to work is 4 hours. This gives him time to consider his personal and academic priorities. وصل لأمريكا كان في 2005، بدأت بتخصص الباطني. التخصص الباطني كان 3 سنوات، وفي نفس الوقت كنت برضو بعمل أبحاث على long QT syndrome، على transgenic rabbits في جامعة براون. بعدين عملت 6 سنوات من تخصص القلب وتخصصات مختلفة من القلب، ومنها كهربة القلب والقسطرة والنيوكليير كارديولوجي، وكان بجامعات بهارفارد وبتافتس وبNYU نيويورك يونيفرسيتي، والإكزيت فيلوشيب تبعيتي آخر فيلوشيب كانت بNYU. عندي 3 أمور مهمة. أول إشي عملي كطبيب، أنا في الوقت الحالي رئيس قسم كهربة القلب في المستشفى في أوهايو هيلث في مانسفيلد، وبشوف مرضى وبعالج أمراض كهربة القلب الجينية، تسارعات، تباطؤات، وبنفس الوقت برضو بشوف مرضى القسطرة، مرضى الشرايين والأمور هاي. You're back. Yes, I am. All right. So are you ready for this? Yes, I am. Okay, excellent. So what we're going to do, we're just going to have a small incision here. You'll barely see it. Okay.
Okay. So, and then from there, we're going to put the device. هذا مريض عمره 75 سنة كان جاي بتسارع في القلب وبنفس الوقت في كان عنده تباطؤ فعملنا له عملية كي للتسارع والحمد لله تحسن بس لسه ضل عنده التباطؤ فرح نزرع له اليوم منظم دقات قلب في المنطقة الشمال وبيكون المنظم دقات القلب بيكون متصل بالقلب عن طريق زي ليدز المسار الثاني هو مسار الأبحاث عندي أنا كتير اهتمامات في خصوصي في الأبحاث الخلايا الجذعية والأجهزة الطبية. I actually known Dr. Hajjiri for at least 4 years. I start as a working under him and he was a very good mentor that helped me tremendous like training in many procedure and we start working on the research together. So the research that we are trying to conduct, it tries to prevent the sudden death in the people from the abnormal heartbeat. And we actually found that we can extract the stem cell that could prevent that sudden death. المسار الثالث هو المسار الأكاديمي ومسار التدريس أنا في الوقت الحالي أستاذ مساعد في أوهايو في جامعة أوهايو وفي نفس الوقت برضو كل ما أنزل على الأردن بعطي محاضرات بعمل راوندز مع الطلبة على قد ما بقدر Dr. Hajjiri is now well established in the top tiers of medicine in the United States. However, he has never forgotten his roots in Jordan. دكتور محمد كان له دور كبير في إبرام اتفاقية ما بين كلية الطب بالجامعة الأردنية وجامعة كيس وستن في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الاتفاقية هي للتعاون خاصة لتدريب طلبة كلية الطب بالجامعة الأردنية لمدة شهرين في عام 2014 لما استلمت القسم في أمريكا قررنا أنه أجيب طلبة أردنيين أساعدهم في التدريب أطلعهم على التكنولوجيا اللي بنستعملها على قسم كهربة القلب عموماً ييجوا يتدربوا معنا وياخذوا هاي الخبرات لبلدنا هلا الدكتور حجيري وفر لنا نحن بالذات فرصة قيمة جداً سبب جداً مهم اللي هو كل الطلاب اللي حابين يطلعوا لأمريكا يتخصصوا ويكملوا إقامتهم والتخصص تبعهم عم بواجهوا مشكلة بهاي الشهرين مستشفيات ما عم تقبلهم وعم بيقللوا من القبول لأي طلاب خارج أمريكا فتعرفت عليهم هاي الناحية ولما أنا انطلقت على أمريكا كنت واحد من الطلاب اللي رحنا على هذا البرنامج تعرفنا عليه شخصياً هناك دومت معاه ولفينا معاه بالمستشفى على المرضى وعلى ودخلنا معه بكل العملية العلاجية شفناها ودخلنا معه عمليات وكل شيء وشاركنا بكل تفاصيل كل العلاج للمرضى تبعونه. I've known Dr. Hajjiri actually for 10 years. We overlapped in training in Rhode Island. Here at Metro Health, where I'm director of electrophysiology, we needed to start a program to deal with our patients' needs to remove some of these old wires that needed to be removed either from infection or wires don't function anymore, you need a new wire. And so that's why we looked to hire Dr. Hajjiri. And he came here and for 3 years he spent starting up the program and dealing with really a backlog of a lot of very complicated cases. Really, I think partly because of some really excellent training at NYU, but also with his own ingenuity, he was able to quickly become an expert at removing some of these very, very difficult wires. الإكستراكشن اللي هو إزالة أسلاك المنظمات من القلب إما عن طريق الليزر أو عن طريق أمور تانية. هلا إزالة هاي الأسلاك خطرة بتكون. الريسك تبعها عالي وهو مش كتير ناس بحبوا يتدربوا عليها. هلا أنا
يمكن حلفني الحظ أو إنه توفيق من ربنا، يعني إنه تدربت لما كنت في NYU دكتوري هذا تشارلز لوف موجود هناك بروفيسور، دربني على الليزر وعلى الأمور هاي كلياتها. I think as an instructor, as a professor, one of the greatest achievements we can have as teachers is to have a student that becomes better than us. To give that student the tools to learn and to build upon what we have taught them. And Mohammed has been one of those great students. He has taken the skills that I have taught him, that he learned from his other mentors at New York University, and he has gone out into practice and he has begun to do these procedures and he has done very well with these procedures. So as a professor who has had the opportunity to teach somebody like Mohammed and to see him develop into an incredible young physician and take these skills and treat patients and save lives, it's the greatest joy I can have as a professor. On the southern shore of Lake Erie, one of America's Great Lakes, lies Cleveland. Being so far north, close to the Canadian border, it is also one of the coldest cities in the United States. Cleveland has a reputation as a center for medical research, attracting specialists from across the world, including Jordanian cardiologist Dr. Mohammad Hajjiri. هلا طبعا نتمنى بالمستقبل انه نحقق شغلات كثير اكثر من اللي عملناها، بس في السنوات الماضيه طبعا شكر لله حققنا امور كثيره. اكثر شغله انا فخور فيها اللي هي كانت براءه الاختراع بالخلايا الجذعيه اللي عملتها مع جامعه كيس ويسترن، والشغله الثانيه اللي هي استخدام الاي جي اف 1 او جزء موجود في الجسم لمكافحة الاضطرابات الكهربائية في القلب. هلأ في كتير عمليات كانت هاي ريسك عملناها، واحدة منهم اللي هو تبعت جيرالد بيرسون، هو كان قوة القلب عنده كانت 10%، عنده أوريدي كان جهاز صواعق وكان جاي بإلكتريكال ستورم، يعني الجهاز تبعه كان يضله يصعقه صعقه 25 مرة، طبعا الصعقة هاي مؤلمة. حالة جيرالد بيرسون الجمعية الأمريكية للقلب سلطت الضوء عليها وقدمتها في خلال احتفال الأبحاث التابع للجمعية الأمريكية، وعملت زي كليب عنها وعملوا معي مقابلة ومع المريض. يعني طبعا هذا كلياته توفيق من ربنا ومن دعاء الوالدين. When they brought in Dr. Hajjiri, you know, he says, okay, well, for my birthday, you know, this surgery, today's my birthday, and for my birthday, I want to save your life. And I said, thank God, I believe in you. Let's go for it. And the surgery was successful. Dr. Hajjiri, he is, in my eyes, the greatest physician that ever lived. And not because he's just a great surgeon. It's because how he cares about his patient. بس شف الدكتور محمد أنا كتير تحت، يعني بدون ما كان يفحصني أو شيء. طرحنا بالعملية، وقت اللي عرف هيك وشاف إنه العملية أهم شيء. بنتي بالأول مانعت، قلت لها أنا لا أنا واثقة فيه، بدي أعمل العملية وكون أنا نفسيتي مرتاحة وأنا مرتاحة. في الأمور الثانية اللي بفتخر فيها إنه إحنا عم نعمل تطبيقات للهواتف الذكية للآيفون والأندرويد بالفيرتشوال رياليتي والأوغمنتد رياليتي الواقع الافتراضي لحتى ننشر الصحة في مجتمعنا العربي. نشتغل بمجال التكنولوجيا وتعاوننا مع بعض نفكر كيف ممكن بالعلم والتطور اللي وصله حجيري خلال عمله في الولايات المتحدة، وإحنا عملنا في مجال التكنولوجيا جوا الوطن العربي وفي العالم، كيف ممكن نشترك مع بعض ونطلع شيء متميز. هلأ هاد باكيت دخان وهذا تليفون مشغل فيه التطبيق تبعنا، والتليفون بيشتغل على الأوغمنتد رياليتي بيقدر يميز علبة الدخان الموجودة هون، وبعدين بيطلع 3 ديمنشنال فيجر. هاي رئتينك قبل الدخان وهاي رئتينك بعد الدخان، شايف هاي الكتلة الكبيرة اللي هناك؟
هاي سرطان من الدخان باقي عندك. بتفرجي رئه المدخن كيف شكلها، بتفرجي كتله سرطانيه، وبعدين بتحكي عن امراض القلب بشكل بسيط، وبتفرجي مثلا شريان وهو قاعد عم يسكر، وان احنا بدنا نحاول قد ما نقدر انه الناس تترك الدخان باي طريقه، اي طريقه ممكنه. خيارك. الامور الثانيه اللي بعتز فيها هو اختياري كعضو لمجلس امناء مؤسسه الحسين للسرطان في امريكا الكي اتش سي اف يو اس، وطبعا بشكر سمو الاميره غيداء طلال على هذا التشريف. هلا انا بحب التدريس، فمن الامور اللي كثير بعتز فيها برضه جائزه راماسوامي لبست تيتشر اوورد لما كنت ببوسطن، واعطوني اياها طلابي ومقيميني وكلياتهم، هي بتكون بقرعه واختاروني يعني الحمد لله. من الأمور القريبة لقلبي اللي هي الشغل اللي عملناه لمحاولة مساعدة أو تخفيف العناء عن أطفال اللاجئين السوريين في الأردن. طبعاً بوجه تحية كبيرة لألكساندرا تشين ولكاثرين أشكروفت اللي هم أعضاء الفريق اللي أنا كنت معاهم. جمعنا في واحدة من السنين حوالي 120,000 دولار، اشترينا جاكيتات بأيام لما كنا نسمع كثير عن أطفال عم بيموتوا من البرد وعم بيتجمدوا في المخيمات. بلش بال 2015، ويعني من كل سنه بنفس المؤتمر نفس الفند ريزر عم بيساعدونا نحكي مع كل العالم عن هاي الفند ريزر وقد هيدا مهم، عشان دكتور هجيري كثير واحد يعني مشهور ويعني مهم وكثير عالم يعني بيعرفوه وبيحبوه، صار في كثير عالم بدهم يساعد يعني يساعدوا الاطفال يعني سوريين كمان. Even though he has lived in the United States for many years, his spirit is still very much in Jordan. Whenever he can, Dr. Hajjiri takes a break from his many commitments in medical science to spend time with his family in Amman. طبعاً هو التوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة بيكون أصعب لما الواحد يحاول إنه يكون عنده طموح إنه يعمل تخصصات، يكون involved بمؤتمرات بأمور مثل هاي. وخصوصا انه يعني احنا كمغتربين حياتنا الخاصه وحياتنا العائليه معظمها موجوده في بلدنا الام، فكنت احاول قد ما بقدر اني اجي ارجع اشوف الاهل اشوف الاصدقاء في الاردن as frequently as possible. اهلا وسهلا بالشاي. هلا هلا. الله ما شاء الله. صحيح انه احنا تاجرنا بالعلم، انا عندي العلم اهم شيء في الحياه، تعليمه هو اللي بيرفعه، فكانوا شاطرين في المدرسة هم ويتجاوبوا ويجوا يدرسوا، وهذا كله يعني بدي أشوف الشهادة أنا اللي بده يأخذها لازم يطلع الأول أو الثاني أو الثالث هو من مصر، مش يجيب لي من الآخر يقول لي درست. فكلهم كانوا أوائل بالصف، يعني المعلمين كلهم يحكون قدام وحاطينهم بالصف مشان اللي ما بيعرف يجاوب يجاوب. يا محمد، الله يحميه، هو آخر العنقود عندي، الترتيب السادس، عندي 5 أولاد وبنت الله يحميهم، فهو كان دلوع العيلة يعني مدلل كان على الكل على الجميع، أنا وأبوه وإخوانه وأخته، فشاعر بهذا الحنان والعطف، فطلع حنون كتير وعطوف كتير، وبرضه من كتر العطاء اللي نحن كنا نعطيه اياها صار يحب العطاء للغير برضه، يعني صار يعطي، صار اي انسان يطلب منه حاجه بيعطيها من هو صغير. طفولته محمد كان هادي اجمالا، بحب الرياضة، وخاصة من هو صغير كان دايماً عنده طابات السلة
بحب دائما هاي كرة السلة، كان دائما يحطها على اصبعه هاي الكرة الارضية، ضل يلف الطابة من مصغره انه حابب يلف الكرة الارضية، هو يعني حابب يدور الكرة الارضية. طبعا الحياة المهنية ما بتعوض الحياة الشخصية. هلا انا في كليفلاند عندي حياة اجتماعية جميلة، عندي اصدقائي وزملائي، يعني بنقضي وقت دائما مع بعض بالاعياد، بروح لعندهم بعيد عليهم بعيدوا علي. او المنيح بكليفلاند انه المجتمع العربي كبير، في جالية عربية كبيرة، فبضلني متواصل معاهم. Dr. Hajjiri and Dr. Al Muderis, the Iraqi orthopedic surgeon working in Australia, have much in common. Both traveled far from the Middle East to build a new life helping others. I'll show you. Close your eyes. Okay. So tell me where I'm tapping. Okay. So what we're going to do, we're just going to have a small incision here. You'll barely see it. And then from there, we're going to put the device. Both in their own ways have been very successful. But just as relevant is the fact that they remain deeply rooted to their Arab heritage. Their backgrounds have shaped both surgeons as they improve patients' lives with great skill and compassion. Their work continues today.